ابنك فات علي بنص بيتي وكان بده يذبحني، وبنتك الوقحة سمعتني كلام طالع نازل، بدهن ترباية من أول وجديد. إذا بترجعي لنا البيت رح خلي ولادي يعتذروا منك، لك نحنا رح نصفى بالشارع، لا شغل ولا مصاري ولا أي شيء. لك أنت ليش هيك عم تعملي فينا؟ مشان الله فكري بالموضوع. رزقة وأجتني لعندي، شو بتفشى برجلي يعني؟ اسمعي لقلك، خلي هالموضوع يمضى على خير وبلا ما يصير مصيبة، فكري قبل ما نساوي أي شيء ما يعجبك. خلصتي؟ طلعي برا. لك ليكون في سوء تفاهم اخي، اي والله العظيم ما عم تدخل بعقلي انه ابوك بيعمل هيك. لك عم لك شفته بعيني وغلط المحل كل ما زال عم تنقص اكثر واكثر، وابوك نايم بالعسل مو داري بشيء. يا عمتي والله اذا امك عرفت لحتى يجنت جنانها. اسمعيني منيح، بكره انا وياك بدي نروح لعندها، بتدق الباب وبتسمعيها صوتك، بترك الباقي علي. مين؟ أنا جارتك، عايزتك بموضوع ضروري، افتحي لي الباب. منو انتو؟ منو انت وليه؟ منو انت؟ عذابك اليوم يجي لعندك ها؟ احكي مين انت؟ أنا مرته، مرته على سنة الله ورسوله. انتو ولاده صح؟ لك وليه؟ انا بعرفك انك عم تضحكي على ابي وعم تاخذي منه مصاري، وبعرف انه من وراكي رح نصفى على الحديده، ليكي قسما بالله اذا بتضلك هيك بدي اطلع بروحك. اسمع يا عصام يا ابن جوزي، ابوك ماله ولد صغير، واذا عم يصرف علي لانه مرته ومن حقي هالكلام، مشان هيك إذا سمع أبوك باللي عم تعملوه أنت وأختك ما رح يهون عليه ابنه. أنا بنصحكم تاخد أختك وتحمل حالك وتروح على البيت، خطي أمك قاعدة لحالها، بكفي جوزة تركة وتجوزني. مركلة راسي ولي فاشرة، وما بتجيبي سيرة أمي عسانك، أحسن ما أقطع لك يا فوق عليكي خطافة رجال. إن كلمتين وبس، يا اما بتبطلي تستغلي ابي وتسحبي منه مصاري، يا اما حسابك بيكون معي انا. انا بس. امشي يا اخي امشي امشي، خرب بيتك. والله يا ابن عمي بدني عم يرجف رجف من اللي عملوه ولادك فيني. لك عصام كان بده يموتني لولا المحروسه بنتك شالته وشايل عني، بس هي ترى ما قصرت، ها سمعتني كلام طالع نازل. ان شاء الله بتبري قلبي، لك هيك مثل العصافير صوتي بياخذ العقل. لك والله لا امصالك رقبته مصع. المهم انت ما تنهزي. ايه لك ابن عمي شو رح يفيدني انه تمصع لهم رقبتهم مصع؟ يعني رح يضلوا يهددوني ويقتلوني، هادو هيك وانت عايش، يعني كيف لا سمح الله لا سمح الله عنك تقبرني اذا بتموت؟ ايه والله ليزتوني لكلاب الشوارع. ما فشروا سعدية، لك انت غالية كتير، يقبروني هالعيون. انا لك دخيل الغنج تبعك، امريني شو طلباتك، شو بدك بيصير، وحياة اللي خلقك اللي بدك اياه بيصير. تقبرني؟ يعني شو علي اذا بتسجل لي البيت باسمي؟ حتى المحل كمان، يعني أنا مستحيل ألاقي ابنك عصام من المحل، ومستحيل أحرم أولادك من رزقتهم، بس إنن أكيد بيعملوها. لك مو بس البيت والمحل، لك كل شي بملكه رح سجله باسمي، لأنه الغنج اللي شفته مني طلعت أنا ميت إلي 30 سنة وحيد. لك والله ما بعرف شو صاير لي. سعدية اللي بدك إياه لك كل شي باسمي، تقبري قلبي انا. يخلي لي اياك يا روح سعدية، عمر سعدية. قولي قولي سعدية. لا يا رب شو لا؟ لك شايفني ولد صغير عم تراقبني وتهدد حرمتي؟ لك عم تحاسبني على تعبي ورزقي؟
حرمتك؟ ايه حرمتي. حلاقوا مرا يجي اللي قالوا له معي يجي يجي ياكلوا لعما. ولا اذا بتهوب صوب البيت هني كرامتك قصة، فهمت؟ هيك بهالبساطة بتخبرنا انك تجوزت وبتدير ظهرك وبتمشي؟ ايه نعم بهالبساطة هي، واللي عجبه عجبه واللي ما عجبه يدق راسه بالحيط. وبعدين شغلة تانية، انا هذا البيت اللي فيه نكد وجع راس ما بقى اجي عليه، رح روح على هداك البيت اهني في اللي بتحبني واللي بتخاف علي. بس يا بيه هديك الحرمة كذابة، عم تضحك عليك وشلحك مصاريك. المحل صفي على الحديدة وما طلع معنا مصاري وصفينا بلا شغل بلا شغل. المال مالي والرزق رزقي وانا حر فيه، واللي مو عاجبه يروح يعيش لحاله، وهذا اخر كلام عندي، فهمتوا؟ بعدين ولك روح، الله يصطفل فيك الهي، ولك الله يصطفل فيك. يا مو انا بايدي راح اقتلها لساعتي، راح اقتلها لساعتي يا بايدي. طولي بالك يا مو، مشان الله طولي بالك. انت شو عم تحكي مختار؟ قول غير هاد الحكي. لك يا عمي يا عصام، انا مو طالع بايدي شيء، ابوك كاتب كل املاكه لسعدية. طيب مختار نحن اولاده، امي اللي عاشت معه على الحلوه والمره هيك نصف بالشارع. مصيبه لك عمي، بكره الصبح بدكم تفضوا البيت، لانه انا كمختار من واجبي اني سلم كل املاك ابوك لسعدية. السلام عليكم. ما رح نطلع من البيت. كيف يعني أخي؟ كيف ما رح نطلع من البيت؟ أختي ما رح نطلع من البيت ولا رح نطلع من المحل. ما أنت عم تقول إنه أبوك مسجل كل شيء باسمه لسعدية خانو. أي مزبوط، مسجل كل شيء باسمه، بس هي إذا ضلت عايشة من هون للصبح. شو عم تحكي أنت؟ شو القتل هيك كلمة بتتم؟ لكن أختي لكن مو كلمة بتتم، بس كل ما بتتم نضل بلا مأوى وبلا بيت وبالشوارع. كل ما بتتم نضل بلا محل وبلا شغل، وهديك اتضحكت علينا واخدت كل شيء. بس والله يا أمي والله اليوم قبل بكرة نقطع بروحها. وها شوفي يا سعدية، انت خطفتي جوزي من بيته وولاده وخليتيه على الحديدة وشلحتيه الدكان والمالكانات، وهلأ ملحقتينا على البيت اللي مقاوينا. لك ليش هيك عم تعملي فينا؟ ابنك فات علي بنص بيتي وكان بده يذبحني، وبنتك الوقحة سمعتني كلام طالع نازل، بدهن ترباية من أول وجديد. إذا بترجعي لنا البيت رح خلي ولادي يعتذروا منك، لك نحنا رح نصفى بالشارع، لا شغل ولا مصاري ولا أي شيء. لك أنت ليش هيك عم تعملي فينا؟ مشان الله فكري بالموضوع. رزقة وأجتني لعندي، شو بتفشى برجلي يعني؟ اسمعي لقلك، خلي هالموضوع يمضى على خير وبلا ما يصير مصيبة. فكري قبل ما نساوي أي شيء ما يعجبك. خلصتي؟ طلعي برا. موتي موتي.
لك ليش يا أمي ليش لتت لي أنت يا أمي؟ قلت لك أنا بديت يا أمي ليش يا أمي؟ أنا ما فينا ملاك يا أمي والله ما فينا ملاك ليش لتت لي يا أمي؟ كان بديت أنا يا أمي ليش قدرتي كان لازم أعمل هيك يا أبي عشان أحميك وحافظ عليك يعني أنا عملتها بدالك لأنه ما كان قدامنا حل تاني